هذا ويشارك حجاج مملكة البحرين عموم المسلمين الفرحة بعيد الأضحى المبارك مرسلين تهانيهم لمملكة البحرين. الله ان شاء الله يعودنا عليكم ان شاء الله واهل البحرين بخير والحكومه وشعبنا الطيب ان شاء الله بخير. كل عام واول شيء مملكتنا بخير وملكنا والشعب البحري كلهم وعيدكم مبارك. عسى الله ان شاء الله يتقبل منا رب العالمين ان شاء الله. والله ان شاء الله يحفظنا وما قصرت حكوماتنا الرشيده قوى الدفاع ما قصرت يا بيتنا لهني ومو باي احد. يوصل لبيت الله ومو باي احد الله يكتب لنا اياه يعني. كل عام وانتم بخير وان شاء الله الله يكتب لكم بعد مثل هاي السنه ان شاء الله. الله يعودهم ان شاء الله في خير وصحه وعافيه ان شاء الله وما نسيناهم وما نسينا البحرين ان شاء الله، دعينا لكم جميعا ان شاء الله. الحمد لله ادينا المناسك فيها وادينا العبادات والاوراد المذكوره في هذا اليوم والحمد لله كانت الامور طيبه يعني. نتمنى إن شاء الله أن الله يعودنا وياكم في يعني حال أحسن من هذا الحال.